قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: معنى ليعبدون يعني ليوحدون، يعني ربنا ما خلق الجن والإنس إلا لغاية واحدة وهي التوحيد، وهي التوحيد. يبقى يا جماعة أي زول ما وحد ربنا سبحانه وتعالى ما حقق الغاية التي من أجلها خلقه الله سبحانه وتعالى. وبرضو أي داعية أو شيخ أو عالم ما يجعل كلامه في التوحيد ودعوته كلها في التوحيد، ده داعية فاشل فاشل. لأنه أصلا ربنا ما خلقنا كلنا إلا عشان نوحد الله، الإنس والجن الله خلقهم عشان يوحدوا. ومعنى يوحدوا يعني يفردوا بالعبادة، والعبادات كثيرة يا جماعة. من العبادات ما هو ظاهر بيشوفوه بالعين، زي الصلاة، انت بتشوف هداك الزول بيصلي، بيركع بيرفع راسه بيسجد بيقوم بينزل، زول داك بيعمل شنو؟ زول داك بيصلي. الحج عبادة ظاهرة، زول ماشي بيطوف بالبيت وداك بيطوف، بيسعى بين الصفا والمروة، بيمشي منى بيمشي مزدلفة غيره، ده بيحج، دي عبادة ظاهرة. في نوع ثاني من العبادات اسمها عبادة باطنة، يعني عبادة القلب، ما في زول بيشوفها، زي الإخلاص، زي التوكل. فلو في زول يتوكل له، يتوكل على الله وحد الله التوكل، يتوكل على غير ربنا، مثلا قال توكلت على شيخي فلان أو سيدي فلان، ده عبد غير الله برضه. ليه يا جماعة؟ لأنه يتوكل على غير الله، والتوكل عبادة. الناس فاهمين أنه كثير من الناس فاهمين أنه العبادات دي إلا العبادات الظاهرة بس، يعني واحد لو يتوكل على غير الله أو يعني رجى غير الله سبحانه وتعالى وقلت له ده شرك، يقول لك لا لا أنا ما أشركت. هم في فهمهم الشرك ده إلا شيل لك مصلاية تقول نويت أن أصلي للشيخ فلان، الله أكبر. لا، زي ما الصلاة عبادة وهي ظاهرة، في عبادات تانية وهي عبادات باطنة، عبادة القلب، زي التوكل والخوف والرجاء والخشية والإنابة والرهبة، دي كلها عبادات قلبية. من العبادات الظاهرة زي الصلاة والحج وغيرها، في أشياء تانية عبادات ظاهرة، لو الزول برضو صرفها لغير الله يبقى مشرك ويكفر بالله عديل، يبقى كافر. زي شنو يا جماعة؟ زي الدعاء، الدعاء عبادة، يعني ما الصلاة بلا عبادة، الدعاء برضو عبادة، بل الرسول عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة. يعني يبقى زي ما زول صلى لغير الله معناته أشرك بالله وعبد غير الله، كذلك زول لو دعا غير الله معناته شنو؟ أشرك بالله، لأنه الدعاء برضو عبادة، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة، العبادة. وربنا سمى الدعاء عبادة، قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. شوف ربنا سمى الدعاء عبادة كيف، سيدخلون جهنم داخرين. فالزول اللي بيدعو الميتين يمشي يدعو له ميت، يدعو له شيخ، يدعو له صاحب قبة، ينده له ولي أو ينده له شيخ أو يستغيث به من دون الله، ده أشرك بالله. الدليل شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. شوف ربنا سمى دعاء غير الله شنو يا جماعة؟
سموه شرك. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. كذلك الذبح، الذبح ده عبادة ذبح لبهيمة، يقول بسم الله، يقول الله أكبر، ونوى بيني وخالصة يتقرب بها لله، ده كده عبد ربنا. زول شالوا بهيمة ما شبيها لقبر الشيخ وضبحها يتقرب بها للشيخ، ده كده عبد الشيخ ما عبد الله، ويكون كافر بالله. لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال فصلي لربك وانحر. ومعنى الآية فصلي لربك وانحر برضو لربك، يعني زي ما انت بتصلي لله برضو النحر والذبح برضو يكون لمن يا جماعة؟ لربنا سبحانه وتعالى. أي زول يذبح لغير الله أشرك بالله. ومثال الناس اللي بيبنوا، واحد ابن البيت حصل العتب، يقول لك كما ضبحت للجن، الجن والشيطان بيسكن البيت، ده أشرك بالله وطلع برا الإسلام مرة واحدة. والله زي ده، لأنه الذبح لغير الله العلماء قالوا هو من الشرك الأكبر ما الأصغر، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ربنا قال لله رب العالمين، ونسكي يعني ذبحي كله يكون لله رب العالمين، ربنا قال لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب، من العبادات أيضا التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى الحلف، الحليفة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لأنه أي زول يحلف بغير الله وقع في الشرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. أي زول يحلف بغير الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال ده مشرك أشرك. الناس اللي بيقولوا وحات النبي وحات الرسول، ده شرك. كيف ما نحلف بالرسول؟ واحد يقول لك كده، طيب ما الرسول صلى الله عليه وسلم ذاته هو اللي قال لك شنو؟ أحلف بالله؟ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ما يجوز، حرام. طيب، أيضا من العبادات، وقبل ما نمشي للبعدية، الحلف ده ذاته قلنا الحلف يكون بربنا، لكن الحلف بربنا ذاته أزول ما يكتر كثير في الحلف ذاته، ما يكتر كثير، يعني ما في أتفه الأشياء أزول يحلف بربنا، لأنه ربنا عظيم، ما يحلف إلا بالحاجات العظيمة والأمور المهمة جدا. ربنا قال واحفظوا أيمانكم، وقال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. طيب، بعد ذلك قلنا التوكل، في أشياء بتناقض التوكل، تكون ضد التوكل وتدل على إنه الزول ده ما قاعد يتوكل عليه الله، ما متوكل عليه الله، متوكل على غيره، زي الحجاب، الحجبات اللي بيلبسوها الناس، ودي في الشريعة تسمى التمائم. في ناس بيلبسوها في ضرعهم، في ناس بيلبسوها في رقبتهم في نصهم، في ناس بيعلقوها في البيت، في ناس بيعلقوها في الدكان، في ناس بيعلقوها على الحمار أو على البعير يعلقوها عليه، وده كله شرك بالله. والحجاب في الشريعة اسمه التميمة، حجاب اللي بيلبسوه عشان يحميهم من العين ويحميهم من العارض ويجيب لهم الرزق ويحميهم من العقرب ومن الدبيب ومن السباع، ده كله شرك بالله، لأنه ما في زول بيحميك من الضر إلا ربنا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، يصيب بما يشاء من عباده، وما في أحد بيرزقك إلا ربنا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين،
والرزق أصلا في السماء ذاته ما هنا في الواطن. قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فما في حجاب بيجيب رزق. بعد الحجاب ذاته زول بيشتري من الفقير بقروش. طيب لو بيجيب رزق الفقير ما كان لبسه ولا كان أكله عديل ولا كانت مسح بيه. لو بيجيب رزق وحدين يعلقوا الكمون وحدين يعلقوا شنو، ده كله باطل وشرك بالله. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ قال من علق تميمة فقد أشرك. تميمة يعني الحجاب. زول قال بيلبس لي حجاب ويعتقد ينفع ويضر إلى آخره، زي ما بيفعلوا الناس الليلة. قال بيلبس حجاب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ده أشرك بالله عديل، كفر بالله. ده موضوع خطير يا جماعة. وأهم شيء نكلم فيه الناس نحن كدعاة هو موضوع العقيدة. تأمرهم بالتوحيد وتنهاهم عن شنو؟ الشرك. ده أهم موضوع. ليه؟ لأنه زول لو ما أشرك بالله وحد الله، الله بيغفر له باقي ذنوبه كلها. قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، كل ذنوب خطايا حقتك قدر الواطة الكرة الأرضية كلها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. سبحان الله. ولأنه يا جماعة الناس لو وحدوا ربنا، ربنا سبحانه وتعالى يفتح لهم الأرزاق. ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذا وحدنا الله تمام وآمنا تمام، ربنا يفتح لنا الأرزاق. قال لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم. وإذا الناس وحدوا ربنا مشكلة الأمة كلها تتحل. عشان كده الدعاة يركزوا على الموضوع ده. ده موضوع صعب، بيجيب مشاكل وبيجيب بنية وبيجيب ضرب وبيجيب كتل، لكن ده درب الرسل. الرسول ربنا سبحانه وتعالى قال عن الرسل عليهم الصلاة والسلام ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعوة التوحيد وتنهى الناس عن الشرك وعن عبادة الشيوخ وعن التبرك بالقبب والقبور والمشي للفكايا والأسياد، ده دين الأنبياء والمرسلين وده أساس الدين وأساس الدعوة. يجب على الناس وعلى الدعاة إنهم يعتنوا بها. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. صلي صلي بالطريقة ما مشكلة، ليس على المريض حرج. المريض ما عليه حرج، انت ما الآن باعتبارك يعني مريض والمريض ما عليه حرج، صلي توضى وصلي عادي. حتى لو طلعت حاجة ما تشتغل بها، صلي. لا رب، ربنا يشفيك ويشفينا ويشفي مرضى المسلمين، وصلي عادي ما عليك حاجة، لأنه أنت مريض والمريض ما عنده حرج، يعني أنت عندك عذر، فصلي عادي، توضى وصلي عادي. نعم. بالنسبة للصلاة بالميكروفون يعني الصلاة المستدامة كده، هل هي بدعة ولا صلاة الجهرية تصلوا بالميكروفون يعني؟ ما بدعة، ما سمعنا إنه العلماء واحد من العلماء قال بدعة. صلوا بها عادي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلوا عشان الزور ذاته حتى إذا جاء من بعيد ما حضر الأذان يسمع الناس بيصلوا يجي، فما في مشكلة. ما سمعنا واحد من العلماء قال بدعة أبدا. نعم. الميكروفون ده وسيلة لتوصيل توصيل الخير للناس، يعني زي ما الفنانين بغنوا به بوصلوا بالشر، نحن كمان نوصل بالخير. الصلاة وتلاوة في الصلاة القرآن والدروس، ناس تستفيد يعني. وذات الناس في البيوت يسمعوا، حتى النساوين اللي ما بيجينا الصلاة من يسمعوا صوت القرآن في الصلاة، دي ذاتها مباركة لهم. ما لاقانا والله أبدا، ما سمعنا بالكلام ده أبدا. وما زال العلماء كلهم بيصلوا بالميكروفون يعني في أي محل في الدنيا، علمانا كلهم شيخ العسيمين وشيخ الألباني وصلوا يعني. نعم. الطريقة التجانية وكل الطرق الصوفية باطلة،
الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان صوفي ولا كان تجاني ولا كان سماني ولا كان ختمي ولا كان عنده زريبة. ده كله كلام فارغ وكلام باطل ما من الدين. والطرق دي كلها في النهاية جابت البدع والمحدثات وخربت دين الإسلام. ده الطريقة التجانية بيقولوا عندهم صلاة اسمها صلاة الفاتح. جاب ده جاب أحمد تجاني من رأسه ساكت، لا موجودة في القرآن ولا موجودة في السنة. قال دي بتساوي كلام الله القرآن الكريم 6000 مرة، يعني قدر القرآن 6000 مرة دبل. وده كفر بالله، لأنه ما في كلام أحسن من كلام ربنا ولا في كلام زي كلام ربنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الكلام كلام الله. هذا كلام تاني أحمد تجاني ولا هوس، كلامه أحسن من كلام ربنا سبحانه وتعالى. خلاص. ثم إنه هي طريقة أصلا شركية تدعو الناس إلى الشرك، مش معناته أي زول فيها مشرك كافر، لأن احنا ما بنقول كده، لكن العقيدة بتاعتها المكتوبة في كتبه واللي بيعتقدوها مشايخهم الكبار في الغالب هي عقائد كفرية وشركية. أحمد التجاني قال اللي بيخدمه يبقى له خدام، قال يدخل الجنة ولا تمسه النار. يعني دائرة الناس كلهم يبقوا شنو؟ خدامين له، مش كمان تجانية، تبقى خدام له تعصر ريك ورعينه وكذا. قال ما تدخل النار. ده دين شنو يا جماعة؟ في دين زي ده؟ في دين زي ده؟ تخدم لك راجل وتبقى له عبد له استعبدك عشان يغشك ويقول لك تدخل الجنة؟ هو داخل الجنة كده نحن خلينا، هو ذاته يقدر يضمنها؟ ده كلام فاضي. ومن رآني يوم الاثنين والخميس قال دخل الجنة، وكلام فاضي كله، كلام فارق وشرك بالله سبحانه وتعالى كدعائهم لغير الله سبحانه وتعالى. والاستغاثة بأحمد التجاني بيدعوه زي ما الموحدين بدعوا الله، ديك بدعوا أحمد التجاني كثير منهم، فده شرك بالله سبحانه وتعالى. الطرق دي كلها باطلة، طرق جماعات أحزاب فرق كله باطل. القرآن ده بس تمسك القرآن وتمسك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بيفهمي أنا إنما بيفهم الصحابة العلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بس انتهى الموضوع. حاجة سهلة جدا. الناس براهم زي واحد يقول لي أعطانك وين، يقول أعطاني عندي. الناس براهم بيبعدوا الطريق، الطريق لربنا شنو؟ قريب يا جماعة، سهل. إن هذا الدين يسر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، الكتاب والسنة. انتهى الموضوع ده. أما تمسك لك في راجل والطريقة شنو كشاكيش ونوبات وأعلام وحلاوة وفتة، ده كله كلام باطل وكلام فارغ سبب. نعم نعم. السؤال الثاني ذكرته. نعم. مثلا حسيت الناس ما تمشي. كان في الحلة ولا في الحلة؟ مثلا الناس طبعا مثلا حامل زي ديك الكداية وضبط بها، لما يموتوا هذول هم بيعملوا بيضبحوا بيسووا، ونحن نمشي متعزين. ناس منو؟ لا في العزاء في محل العزاء محل الوفاء ما تقعد، ما تقعد عزي انت واقف عليه حيلك، عسر الله عزاكم يا جماعه، وتطلع ترجع تقعد، ترجع بيتك ما تقعد. ليه؟ حتى لو في الحلال تمشي وتجي راجع، عرفت؟ او حتى لو في الزمن ما بيزعفك ترجع مدينتك، أمش بيت في أي بيت تاني، لكن ما تقعد في بيت شنو؟ في بيت العزاء. ليه؟ الصحابة قالوا كده. الصحابة قالوا كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام، هو ده الشيء الحاصل ده بعد دفنه من النياحة، والنياحة من الكبائر يا جماعة، النياحة من الكبائر. فأنت عزيت واجب عليه حيلك، ده الدين كده. أسأل الله عزاكم البركة فيكم، ربنا يغفر لهم. أرجع طوالك طوالي، حتى لو ترجع مدينتك هنا بعيدة أو غريتك بعيدة، أمشي أي بيت تاني ما يكون بيت العزاء، عرفت؟ بيت بعيد أطلع برا الحلة، نوم الصباح أمشي، لكن ما تقعد معهم هم. كله صنيعة الطعام والاجتماع هناك، ما الصحابة قالوا كده، قالوا صنيعة الطعام والاجتماع في مكان العزاء ده من النياحة من الكبائر. هم زادوا المفروض ما يطبحوا، هم يطبحوا ليه؟ ويخسروا ملايين وقروش. ليه؟ لأنه الناس خالفوا السنة، خالفوا الدين، بيقوا يمشوا يقعدوا، عايزين يقعدوا يومين ثلاثة كمان، وده اللي يتونسوا بالكورة، وده اللي يتونسوا بالسياسة، وده في الانتخابات، وده اللي يقطعوا في الناس ساكت،
وبعدين بيناك بيكذبوا كله كلام فاضي. ده كله كلام فاضي ما من الدين الكلام. وشوف الناس لما تركوا الدين في مثل هذه الأشياء اللي هم شايفينها بسيطة تعبوا زيادة، ربنا شدد عليهم زيادة. بيقول لما ينفقوا في محل العزة ده يفلسوا، بعشان يعملوا كشف يجيبوا يلقط القروش، لا نفلسوا بقت ميتة وخراب ديار زي ما قال الجماعة. لكن يا شيخنا مثلا لا جهتكم دي انت جيتونا رد الله من بردي ولا من الدارين تعرضينين في الدولية تينا أهلي كان عربي ولا كان جيتونين طوال أنا نعمل لكم شيء ولا بس طوال انت ترجع ما تعمل لهم. وانت بالسنة يعملوا لك انت اللي توفى لك زول في الدين بالسنة كده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما لما مات لهم جعفر رضي الله عنه، قال فإنه آتاهم ما يشغله. فأنا الليلة لو مات أبوي مثلا، وأنا أبوي توفى رحمه الله خلاص مات، أقعد أعمل للناس الأكل وأنا فاضي من الحزن ومن كده؟ المفروض الناس يجيبوا لي أنا أكل، لأن أنا ما عندي يعني بال أعمل باكل، أنا صاحب مصيبة. الرسول قال كده. لكن الآن بقى زي ما قال عمنا بقى صاحب الوجع ذاته، هو اللي بيجي يفتش يجيب البهائم ويطبح ويسوي كأنه عنده عرس في البيت. كل كلام ما صحيح، نحن على سفر يا جماعة، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.